مشاهدين أهلا بكم. بعد أيام من طويلة الانتظار حدثت الانفراجة أخيرا وانخفضت أسعار الدواجن في الأسواق، وذلك بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن. وفي تخطيطنا هنستعرض مع حضرتكم ما حدث وأيضا أسعار الدواجن اليوم في الأسواق. استيقظنا اليوم على أخبار سارة تبشر بانفراجة في الأزمة وتشير إلى تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، فبعدما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها تراجع اليوم ليبدأ من 67 جنيها إلى 70 جنيها للمستهلك، وذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف. وكانت وزارة الزراعة أعلنت الإفراج عن كمية كبيرة من الأعلاف ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي حتى 25 من يناير 2023 حوالي 2 مليون طن بمبلغ 1.154 مليار دولار. وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر سنوياً في سياق متصل بأسعار الفراخ، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدواجن سنوياً يصل إلى 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنوياً ما بين الأحمر والأبيض والبلدي. والآن هنستعرض مع حضرتكم أسعار الدواجن في الأسواق اليوم. الدواجن البيضاء بين 67 و72 جنيها للكيلو للمستهلك حسب المنطقة. الدواجن البلدي بين 80 إلى 82 جنيها للكيلو. الأوراق بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو. البانيه بين 150 إلى 155 جنيها للكيلو. صدور دجاج بالعظم 125 جنيها للكيلو. الدواجن الرومي 85 إلى 95 جنيها للكيلو. الدواجن الأمهات البيضاء 63 و65 جنيها للكيلو المستهلك. أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي: سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 93 إلى 94 جنيها في المزرعة و 97 و 100 جنيه المستهلك حسب المنطقة. سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 92 و 93 جنيها في المزرعة وبين 95 و 97 جنيها للطبق للمستهلك. سعر البيض كرتونة البلدي ما بين 103 و 105 جنيهات للمستهلك. وقد أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن هناك عدد كبير من المنظومة خرج بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج في فترة سابقة، وأضاف أن هناك اعتماد كبير من الخارج على مستلزمات الإنتاج سواء العلاف أو الذرة الصويا، وأشار إلى أن هناك تحركات إيجابية وهناك إفراجات كثيرة للأعلاف وهناك سعي مع السودان الحصول على مستلزمات إنتاج وسيكون هناك انخفاض في الأسعار. وتابع أيضا أن هناك بشرة خير بالحصول على 3 صفقات من مستلزمات الإنتاج من السودان وستنخفض الأسعار في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن هناك مجهود كبير من الجميع من أجل انخفاض أسعار البيض والدواجن. وإلى هنا تنتهي تغطيتنا، وبنأمل أيام المقبلة تحمل لنا المزيد من الأخبار السارة بخصوص ذلك القطاع الهام في التغذية في مصر. بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.